صلاة التسابيح هل هي مستحبة؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه داوم عليها؟ قال ابن المبارك: صلاة التسابيح مرغب فيها، يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها، فإن كانت كذلك فما هو دليلها؟ صلاة التسابيح لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى شخصيا، لكن جاءت عنه أحاديث كثيرة في الحض عليها، كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس: يا عباس، ألا أحبوك؟ ألا أعطيك؟ تصلي 4 ركعات. ثم ذكر صفة الصلاة المعروفة في كل ركعة 75 تسبيحة. قال: فصلها في كل يوم مرة، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تستطع ففي كل شهر مرة، فإن لم تستطع ففي كل سنة مرة، أو فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي العمر مرة. ثم ذكر لها فضيلة لا أذكرها الآن. وهذا الحديث فيه خلاف قديم وطويل بين علماء الحديث، والراجح عندي أن الحديث ثابت بمجموع طرقه، وهو مذكور في مشكات المصابيح مخرجا من عندي، وفي كتابي صحيح الكلمة الطيب، عفوا صحيح الترغيب والترهيب. فالحديث والخلاصة ثابت بمجموع طرقه.